15 يوم 60 مليار جنيه مصري، وقال للشعب يلا. الشعب دفع في 8 ايام 64 مليار جنيه مصري. نعم، لو افتتحها للشركات او الدول كان. واول يوم الاخوان المسلمين في مصر طفوا الانوار عشان على البنوك، فجروا كذا محطه كهرباء، قطعوا، قعدنا 9 ساعات بدون كهرباء في مصر اول يوم. فموظفين البنوك اشتغلوا يدوي، الكمبيوتر قفلت، فالناس فضلت واقفه، قال لك مش هنمشي لما الكهرباء تيجي. اصرار. هذا هو الاستفتاء اللي انت بتتكلم عليه. هو في ظل اقتصاد مصري ضعيف، وفي ظل اقتصاد مصري يعاني، الشعب المصري ذهب وحط امواله. خلي بالك برضو من نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد، ان 40% فقط من 64 مليار كانت ودائع في البنوك، و60% من تحت البلاطه. الشعب المصري الغلبان، كل واحد عامل لنفسه فلوس، يقول لك تحويشه العمر للظروف، اخذ تحويشه العمر للظروف ووضعها في قناه السويس. ممكن تقول لي ما هو الفوائد 12% والبنوك بتدي 10%. صح، بنوك مصر بتدي 10%، فالشعب راح عشان ياخد 2% زياده. هقول لك اجابه غير صحيحه. ليه؟ لو ما عنديش ثقه في السيسي، وثقه في الاداره المصريه، وثقه في الحكومه المصريه، وثقه في المشروع، خلي بالك انا اضمن فلوسي في البنك ب 10% ولا احطها في مكان ممكن تضيع الفلوس وتضيع الفوائد. صحيح، مش ده صحيح؟ ولكن الناس قالت لا، السيسي عارف بيعمل ايه، هو وعدنا انها خلال سنه هتنتهي، 5 سنوات هاخد فيها الفوائد كل سنه. على فكره اول قسط من الفوائد يدفع الشهر ده، الشهر ده الاسبوع الحالي 1.9 مليار جنيه مصري فوائد ستدفع الاسبوع القادم. ممكن تقول لي الله ده المشروع لسه ما جبت فلوس منين؟ وانا استغرب يعني، مش كده؟ ان عائدات قناه السويس حاليا 5.6 مليار دولار. دولار ما شاء الله. دولار. فال 1.6 مليار جنيه دول يشكلوا تقريبا 300 مليون دولار من 5.6 مليار دولار عائدات لا تشكل شيء.